بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في بداية حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملك. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا وأن يلهمنا فيه السداد وأن يعيننا على تقديم ما ينفع. نستقبل اتصالات رسائلكم النصية وكذلك الواتساب فقط على جوال البرنامج 0501785536. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل عن قول الله عز وجل: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. يسأل عن تفسير هذه الآية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. يمتن الله تعالى على عباده بأنه أنشأهم من نفس واحدة، يعني البشرية هذول كلهم نشأوا من آدم. آدم خلق الله منه حواء، فنحن كلنا وأمنا حواء من آدم، وآدم مخلوق من تراب، ونحن أيضا مخلوقون من تراب، لأن الله تعالى يقول: والله أنشأكم من الأرض، الله أنبتكم من الأرض نباتا. فنحن الآن نأكل العناصر، أكلنا الحليب والألبان والفواكه والخضار والزروع، كلها من عناصر الأرض. كل اللي نأكله نشأ من الأرض، ونحن نشأنا من الأرض. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، فيها قراءتان: فمستقر ومستودع، وفمستقر قراءة ثانية. المستقر يقول العلماء في الأرحام، والمستودع يقال في الأصلاب، هذا تفسير. وقيل المستودع في الأرض التي يموت الإنسان فيها، كما قال الله تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ويعلم مستقرها يعني مسكنها في الأرض وفي الرحم، ومستودعها يعني بعد الموت، المكان الذي تودع فيه وتنتهي مصيرها فيه بعد الموت. هذا تقريبا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية، وعلينا أن ننتبه لآخرها. رب العالمين يقول في آخرها: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. الفقه هذا يا إخواني من أعظم العبادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهم القرآن، يفهم الآيات، يفهم دلالات النصوص. ولهذا هذه الآيات ما يفهم منها إلا الذين يفقهون، أما غير الذين لا يفقهون. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون، ما يستفيدون. قال الله تعالى في الآية الثانية: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله العافية والسلامة. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ عبد الله، من صلى لوحده صلاة جهرية فهل يستحب له الجهر كما لو كان في جماعة؟ المنفرد هو بالخيار بين الجهر والإسرار. إن كان الجهر أقوى على التدبر يجهر، وإلا فالأمر يعني ميسور لديه، جائز له الأمران. لكن إن كان الجهر يريد يزيده تدبرا فالأفضل أن يجهر. أما إذا صلى في جماعة، إمام لجماعة،
فإنه يجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر وقال لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا أن يجهر الإمام في الصلاة الجهرية، هذا عند بعض العلماء واجب وعند بعضهم سنة، لكن الصحيح أنه مع الذكر واجب. نعم. هل يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر؟ إذا كان يصوم قضاء ما يجوز له أن يفطر بغير عذر، لكن لو مريض يفطر لأنه مريض، أو سافر يفطر لأنه مسافر، لكن كذا بدون عذر لا. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول القاعدة الفقهية التي تقول القضاء يحكي الأداء، يعني مثله، فكما أنه لا يجوز أن يفطر في الأداء كذلك لا يجوز أن يفطر في القضاء. الأمر الثاني الذي ينبغي ينتبه له أن الإنسان إذا شرع في عبادة واجبة لا يجوز له أن يقطعها، والله تعالى يقول لا ولا تبطلوا أعمالكم. نعم نعم. الشيخ عبد الله، إذا أراد الرجل الزواج من ثانية واشترطت عليه الطلاق الأولى، فهل يحل له طلاقها من دون سبب يقتضي طلاقها غير هذا الشرط؟ باقي في جواب السؤال الأول أن إذا الصائم قضى أفطر، بقي أن فيه فهم عند العامة لا أصل له. هذا الفهم يقولون بعض العوام إذا صمت يوم وأفطرت فيه أنت تقضي يومين. أوه. أي نعم، هذا مو بصحيح. إذا أنت تقضي وفسد صومك خلاص افسد، فكأنك لم تقضي، تقضي يوم واحد، تقضي يوم واحد. أما السؤال هذا الذي طرحته فهذا من الظلم، لكن من اللي يظلم؟ الحريم يظلم بعضهم بعض، ما الحريم بعضهم ما يرحم بعض، يدافع البلاء. أشوف الآن يعني من القضايا اللي تجينا تقريبا أسبوعي، إذا تزوج زوجها زعلت وراحت قالت والله مرجع لين اطلق، والله خل بزران نشب بزران، بعضهم ينشب ما عندهم ولا عند أحد، ثم يروح ويجيبها ويطلق الثانية. هذا حرام يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل طلاق أختها لتكفى ما في إنائها، هذا حرام يا إخواني. والله شفناه ما صادت المرأة خير، يعني هي صحيح أنها طلقت هذه المرأة لكن جتها من المصائب والمشاكل ما سود حياتها. وأنا قد عرفت نماذج من هذه عينات عجل الله لهن العقوبة في الدنيا. لا حول ولا قوة. أنا تظن أنها تنتصر، وين أين أنت من الله؟ هذه مسكينة تزوجت على الحرام، تزوجت الله أباح لها يتزوج وخطبها، ولا اشترطت، ما قالت طلق زوجتك الأولى، فلماذا تشترطين أنت طلاقها؟ نعم. وإذا اشترطت عليها الثاني حرام، أي وحدة تشترط طلاق أختها حرام على هذا، حسد يا شيخ، هذا حسد. نعم. إذا أتى الرجل المسجد لحاجة الاستراحة ثم نوى أن يعتكف فيه مدة ساعة، فهل هذا جائز؟ هذا بس يروح يرقد في المسجد ويقول اعتكاف. بعض الشباب الآن جزاهم الله خير لجأ الاعتكاف ما يجون إلا النوم، وإذا قام من النوم راح البيت. هذا يسميه بعض الإخوان اعتكاف النوم. يا إخواني الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله. يجي الإنسان المسجد ويأخذ القرآن ويقرأ ويصلي، هذا اعتكاف. أما جاي يرقد مثل دحين بعض العمال إذا صلى الظهر ثم قطوا رجل للساعة، لين يجي العامل يقوم ويقول له قم يا أخي ترى بتصك الباب وشيء، يقول لك أنا معتكف، أنت معتكف وأنت راقد. نعم. امرأة أنجبت بنتا ومضى عليها 50 يوما ولم ينقطع عنها الدم، فهل تصلي أم لا؟ إذا كان الدم دم نفاس مثل الدم العادي، نعم، فالنفاس يمتد على القول الصحيح إلى 60، وابن تيمية يقول إلى أكثر من 60، والستين هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة،
ويرجحه كثير من الأطباء. لكن عندنا في المذهب أن النفاس أكثرها 40، لكن وجدنا الآن بالتجارب أن فيه نساء، صحيح إن غالب النساء 40، غالب النساء 40، لكن فيه نساء تمتد النفاس عندها إلى 60. فإذا امتد فهو نفاس، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون بعد 40 أوساخ، يعني صفرة أو كدرة أو قليل من الصفرة والكدرة، حينئذ تغتسل وتصلي، لأن ما بقي دم خلاص. الصفرة والكدرة في غير العادة ليست شيئاً. نعم. هل يجوز للرجل أن ينكح زوجته بعد العقد وقبل أن يعطيها الصداق، أم أن تسليم الصداق شرط لصحة النكاح؟ تسليم الصداق ليس شرط لصحة النكاح، وهناك شيء اسمه نكاح التفويض. تزوج الرجال، يقول لولد أخوه مثلاً أو قريبين، تعال يلا زوجت، خذ امرتك ويروح، يقول بترضى وياها بيعطيها بعدين، هذا تفويض ولها مهر المثل. وإذا وجد العقد حلت الزوجة لزوجها وحل الزوج لزوجته، وتأخير المهر لا يكون سبباً في تأخير الاستمتاع. وكذلك أيضاً لو كان المهر كله مؤجلاً أيضاً لا تمتنع المرأة منه، إذا كان مؤجلاً لا تمتنع المرأة من زوجها. أما إذا كان غير مؤجل فمن حق المرأة أنها تمتنع الانصياع للذهاب مع زوجها حتى يعطيها مهرها، من حقها. لكن إذا تسامح والحمد لله الأمر طيب. نعم. بارك الله فيك، نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. اهلا وسهلا بكم مره اخرى وبضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا السائل يقول: طلبت والدتي بناء مسجد من مالها الخاص، بدانا في الاجراءات والبحث عن الموقع، وفي هذا الوقت توفيت الوالده رحمها الله. سؤالي: هل يعتبر طلب بناء المسجد وصيه ويستكمل قبل توزيع الورث؟ الوالدة حفظها الله إذا كانت قد عزلت نقود بناء المسجد، مثلا قالت لولد هذا خذ 50,000 100,000 ابن بهالمسجد من المال اللي عندك، هذا وقف وخلاص انتهى، هو بدأ في المسجد وخذ المخططات وشرع فيه، يكمله وقفا لوالدته. إذا كانت لم تنفذ شيئا، ما أخرجت الفلوس، وهو ما بعد أخذ منها شيء ولا بعد بني المسجد، توم يفكرون ويخططون، فهذا يصبح وصية. يصبح ماذا؟ وصية. وصية بمعنى أنه يكون في الثلث، وما زاد عن الثلث لا بد من إجازة الورثة. فعلى الورثة حينئذ أن ينظروا. وأنا أشوف أنه من البر أن الأولاد ينفذون وصية والدتهم. والدتهم الآن طلبت المسجد، والمسجد بيت لها في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كم يفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فأنا أشوف أنهم يعني يتمون لها ما أرادت. وأيضا أذكرهم، والله يا شيخ خالد يمر علينا ناس الآن أمه أو أبوه ما أوصى ويجتمعون العيال يقول بنبني لبنى مسجد، ما شاء الله. نعم، يجتمعون البنين والبنات يقطون يبنون المسجد، فكيف إذا كانت الأم موصية؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ما التوجيه الشرعي في تعقيد توزيع الإرث، حيث أن بعض المستندات مع الأخ الأكبر ويماطل مما سبب في القطيعة وعدم قضاء الحاجة؟ هذا من الظلم، وظلم القرابة هو أشد الظلم. نسأل الله العافية والسلامة. استمع يا أخي المشاهد إلى قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، حقوق. صحيح يا أخي، الله أمرك بالعدل وأمرك بالإحسان وأن تعطي قرابتك حقوق. أنت الآن السبير اللي عندك الورث، لماذا تظلم أخوانك وأخواتك؟ لأن عندك فلوس ولا أنت محتاج، وذا البنيات المسكينات اللي ما عندهن فلوس تمنعهم من حق؟ أين الله؟ أين الله؟ أين الله؟ والله يا إخواني، والله رأينا وشاهدنا أناس يعني قعدوا ظلما، جلسوا ظالمين لنسائهم، بنات أخواتهم وكذا، ورأينا أن الله تعالى نزع عنهم بركته، وأن عيالهم سبحان الله العظيم بدأوا يخاصمونهم ويداعونهم، وأنهم شافوا الله أراهم العذاب، كما قال الله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، أذاقهم الله عذابا من أولادهم. لماذا يا أخي؟ وخيتك المسكينة ذي، أنت فلوسها عندك وأنت ما تعطيها، ترفع يا رب انتقم من، يا رب إفلاساتي عنده، يا رب ما عطاني. أين تذهب؟ مظلوم قريب حقه واضح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد عليهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. ويقول الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات، الظلم ظلمات. يا إخواني، عاد ظلم القرابة أشد، لأنه ظلم معه قطيعة رحم، وقطيعة الرحم فيها لعنة في القرآن في مواضع، منها قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. نسأل الله العافية والسلام. فيا إخواني بارك الله فيكم، اتقوا الله، ترى عذاب الله قريب من الإنسان. والله يا إخواني ما رأينا أحد ظلم مرتاح أبدا. نعم، أثابكم الله. السائل يقول: توفي الوالد قبل فترة قريبة، ثم رفضت الوالدة توزيع المال بحجة أن المال للبنات حسب وصية الوالد رحمه الله، هل هذا صحيح؟ ما ندري والله، مرت علي قضايا مثل ذي لكنها غير الصيغة ذي. في أب يجمع رواتب بناته وعنده جامعة لهن، يوم يموت كان عنده حوالي 360,000 كلها رواتبها مدرسات. لما مات جاءوا يبون يأخذون أخواتهم، وهذا ميراث، إن الحساب باسم أبونا. سبحان الله، أم الأم تقول: يا عيالي ماكم شيء، هذه رواتب وخياركم، حافظ هنا لأبوه، حافظ يعطينا علشان يطمئن خاطر ويرتاح وينبسط وحافظهن. قالوا: لا، هذه لبونة. سبحان الله العظيم، الأم لقت ورجة من الشايب. أي كاتب فيها الفلوس اللي في الحساب كذا وكذا، ترى ما هي بلي، تراها للبنات، أنا في فلوسي في الحساب كذا وكذا وكذا. ولهذا يا إخواني يجب على الآباء اللي يأخذون فلوس بناتهم أو فلوس عيالهم المعاقين أو غيره، إنهم يعلمون من ورثتهم ويكتبون هذا ويوضحونه، لأن بعض الورثة طماع طميع ود كل شيء يلقطه. لا لا يا أخي،
اللي مهوب لك حرام، هذا رواتب، رواتب اخواتك، جامع ابوك، كان اذا احتاج خذا منه، اذا بغى اشترى سياره اشترى، وسامحات لان عنده في البيت او حتى من عنده، بس يرون انه يعني حفظ لهن. يا اخي حرام عليك الفلوس اللي تقول امك انها لاخواتك، ها، وهي تعرف انها رواتب لهن، لا تجيها ابد. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان تكون الفلوس للشايب، والشايب قال هذه خلوها للبنات، ما هي للبنات، هذه وصية لوارث، والوصية لوارث لا تجوز إلا إذا أذن الورثة وسمحوا، وإذا لم يأذنوا لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. أثابكم الله. هذا مسافر من الرياض إلى جدة وقت الظهر، يقول هل يجوز لي الجمع بين الظهر والعصر، جمع تأخير وأنا في الطريق في القوعية تقريبا؟ نعم يجوز، إذا كان الإنسان بيمشي بعد الأذان مباشرة أو كذا يجوز، لكن لو في واحد الآن بيجلس للساعة ثنتين ولا هم صلين الظهر بيأخرها لثنتين، وإذا جاء ثنتين مشى وراح وصلها في القوعية مع العصر، هذا نلومه من أجل التأخير، لكن ما عليه إثم. يا أخي أنت جالس ما عندك شغل، صل صل الصلاة في أول وقتها. نعم. والدتي في العدة، هل يجوز لها الإجابة على الاتصالات الهاتفية من غير المحارم للعزاء؟ نعم يجوز لها أن تجيب على التلفون، ويجوز أن تسأل الشيخ عن الحلال والحرام، ويجوز تكلم البقالة هيتب لنا كذا وكذا، ويجوز تكلم الطبيب أنا مريض أو عندي علاج كذا، كل هذا يجوز الاتصالات، ويجوز لها أن تخرج. يا إخواني في أسئلة غريبة جدا وأنا أعرضها عندكم الآن، منها هذا السؤال هل يجوز. السؤال الثاني، شخص في جدة عنده زوجتين في شقتين متقابلتين في العمارة بينهن مترين أو متر ونص، واحدة منهم تقول حرام علي أني أروح لجارتي، أعتبر هذا حرام. يا بنتي مو بحرام، أنت مسجونة وسجن، روح لجارتك ودخل عندها وتقهوى عندها وتقهوى عندك، وأنت أخوات وزوجتين لرجل واحد. هذا سؤال أيضا غريب. السؤال الغريب، عندي واحدة يجيها كتمة وكذا، يقولون لها عيالها بنرقيس لسطح العمارة، حمار، وبنفرش لك فيه قبل المغرب، وبنتقهوى ويات فيه بعد المغرب، تقول لا حرام علي يطلع على السطح. يا إخواني هذا ما يجوز، ترى التحريم تراه ما يجوز، التحريم تراه مثل التحليل، ربي يقول لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. الاعتداء كما يكون في تحليل الحرام يكون في تحريم الحلال. المعتدة يا إخواني يجب أن تبقى في بيتها، بمعنى أنها ما تنتقل، ما تروح البيت ثاني تشد فيه، لكنها تخرج لحاجاتها، إذا احتاجت مستوصف مستشفى السوق تشتري على عيالها، تشمها وجاء سيل وبغت تطلع تشوف السيل والمطر، عند أختها عزيمة بتحضرها، في عرس بتحضره، لكن لا تطيب، لا تكحل، لا تمكيج، لا تلبس لباس زينة غير معهودة، هذا كله لا يجوز. نعم. أثابكم الله معالي الشيخ عبد الله على ما قدمتم في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأقوالكم وأعمالكم. وأنا يا أخي في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وأسأل الله تعالى أن يحفظ جنودنا المرابطين على الحدود، نسأل الله تعالى يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم، ونسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا ويصلحهم، وأن يصلح نساءنا، وأن يصلح قلوبنا، ونسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحفظهم بحفظك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إلى هنا أيها الإخوة والأخوات، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بمشيئة الله تعالى في لقاء مقبل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.